ولد الإعلامي السعودي علي الضفيري في 19 من أكتوبر عام 1975 في الكويت. هو مقدم برامج في قناة الجزيرة. تلقى تعليمه في مدارس الكويت من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، ثم التحق عام 1993 بكلية التربية في جامعة الكويت متخصصا في علم النفس التربوي. أنهى الإجازة الجامعية عام 1997 وعاد بعدها إلى بلاده المملكة العربية السعودية ليلتحق ببرنامج الدبلوم العالي في جامعة الملك سعود تخصص إذاعة وتلفزيون. الضفيري حاصل على دبلوم إعلام من جامعة الملك سعود في الرياض عام 1999 وبكالوريوس علم نفس تربوي من كلية التربية في جامعة الكويت عام 1997، مذيع ومقدم برامج في إذاعة وتلفزيون المملكة العربية السعودية من عام 1999 إلى عام 2004، ومذيع ومقدم برامج في قناة الجزيرة من 25 من أبريل 2004 حتى استقالتي في 21 يونيو 2017. هو مقدم ومنتج برنامج في العمق على قناة الجزيرة 10 مساء كل اثنين. بدأ مشواره الإعلامي عام 1999 مذيعا ومقدما للبرامج في التلفزيون السعودي في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى عمله في الإذاعة السعودية. انتقل عام 2003 إلى العاصمة الرياض ليواصل مشواره الإذاعي والتلفزيوني مع الإذاعة والتلفزيون السعودي، وقدم طوال تلك الفترة معظم البرامج الرئيسية في المؤسستين، إضافة للتغطيات الخارجية ومنها المشاركة في تغطية غزو العراق عام 2003. انتقل في إبريل من عام 2004 إلى قناة الجزيرة الإخبارية ليتدرج في عمله الصحفي من مذيع نشرات الأخبار الرئيسية إلى تقديم البرامج. شارك في عدد من التغطيات الإخبارية لصالح قناة الجزيرة، منها الحرب على لبنان في عام 2006 والانتخابات الرئاسية الأمريكية من واشنطن في عام 2008، إضافة لعدد كبير من التغطيات الميدانية في المنطقة العربية. تولى منذ عام 2009 تقديم وإنتاج برنامج في العمق، وهو أحد أهم البرامج السياسية في قناة الجزيرة، يتعاطى مع الشأن السياسي والفكري والقضايا الاستراتيجية. حصد البرنامج جماهيرية كبيرة جعلته يحتل المراتب الأولى على صعيد المشاهدة في العالم العربي وفقا للإحصاءات التي تقدمها الشركات المختصة في هذا المجال. عمل الضفيري إضافة لعمله الصحفي مدربا ومستشارا في مركز الجزيرة للتدريب والتطوير الإعلامي، وقدم عشرات الدورات التدريبية المختصة في التقديم الحواري والإخباري ودورات مهارات التواصل مع وسائل الإعلام، استفاد منها عدد كبير من المتدربين. يكتب الضفيري مقالات عدة وزوايا أسبوعية منذ عام 2000، بدأها مع جريدة الوطن السعودية، ثم جريدة العرب القطرية وجريدة العربي الجديد الدولية. ومع بدايات الربيع العربي أنجز الضفيري مؤلفا حول هذه الظاهرة وكيفية التعاطي الإعلامي معها في كتاب عنوانه بين الجزيرة والثورة، سنوات اليأس ورياح التغيير. سرد فيه جانبا من تجربته الشخصية وسجل كيفية تناول الإعلام العربي لهذه الظاهرة اللافتة. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.